شمس الزناتي اللي هي دلوقتي اشهر اغنيه في الافراح الشعبيه الموتيفه. بس انا بستعجب بقول هل في يقدر خمسه يقوموا على جيش؟ فدي اسمها جمله استعجابيه. معقوله؟ بصوا فيها. فاحنا بنعبر بالموسيقى، اللي بيقول لكم بعبر بالموسيقى عنده حق، لان هو بيتكلم. انا بتكلم على فكره، دايما بتكلم، وهي دي القصه. اذا كان شمس الزناتي واذا كان اي فيلم انتوا بتشوفوه، انتوا ممكن من التتر تعرفوا القصه، لان انا بحكي القصه زي المشبوه كده. هل 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 وفي ضابط داخل في النص، فما فيش فايده. هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ لقيت تساؤلات تساؤلات تساؤلات، فعملت الموسيقى بتاعت الفيلم عباره عن تساؤلات دائمه، و الله الله اعلم، ما اديتش نهايه واضحه. سؤال، شوفوا دي بقى، الله اعلم، انا ما اعرفش.